مساء الخير اعزائي مشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج القاهره والماس قبل ما ابتدي حلقه النهارده حابه اوجه اطيب وأرقي التهاني والامنيات بطلابنا الناجحين في الشهاده الاعداديه وبخص بالتهاني وبخص بالتهاني فرح, فرح ناجي الخطيب يا فرح الف مبروك وحابه اهني ناجي الخطيب الف مبروك إن شاء الله في في. آه مزيد من التقدم والنجاح بس عايزه اقول لك حاجه اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص جاهز. جاهز جاهز لحماده اللي جاي ثانويه <applause> 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 عامه ومذاكره أوه. وانت عارف القصه دي كلها آه. مبروك يا فرح انا اشكرك على شعورك الطيب طبعا واحب اهني كل بناتنا واولادنا للنجاح في الشهاده الاعداديه وهني تهنئه خاصه لكل ام بجد تعبت مع اولادها عايز تقول بسمه صح قول اه انت معايا هي تعبت بجد <applause> بسمة. ماما يا فرح وأقول ماما لا تعبت أحبوهما. بجد و... وبجد هقول لكم حاجه كنا في عزله ك... انا كنت عايش اكني عازب أيوه. هي كانت قافله على نفسها والحمد لله يعني الف مبروك ليكم جميعا وعايز اقول كلمه صغيره لكل اولادنا ان مفيش حد يحب يكون ان انت مثلا تكون احسن منه الا بابا وماما بجد الاب والام يحبوا اولادهم انهم يكونوا احسن منهم طب وسهلني بقى الابهات ان عيد الاب بقى اه عيد, كل عيد, أب آه دي آه حاجة جديدة عيد الاب <applause> كل سنه وكل الابهات بخير دي حاجه جديده كل سنه وكل ابهات مصر بخير وسلام لان هم بيتعبوا برضه آه اعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج القاهره والماس واولى فقرات برنامجنا النهارده مع الشيخ جابر الفشني القارئ والمبتهل الحاصل على إجازة وتعليم القرآن الكريم وإجازة تجويد القرآن الكريم ومحفظ القرآن الكريم بأوقاف القاهرة اهلا بيك يا شيخنا أهلاً نورتنا مرحباً. بارك الله فيكم الله اهلا الفضل. يا شيخ جابر نورتنا مرحباً. المره الثانيه على التوالي بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق, صدق الله العظيم صدق. فاول الفقره عايزين نبتدي بما يتيسر من ايات الذكر الحكيم ان شاء الله ان شاء الله القراءه ستكون من اخر سوره سيدنا هود عليه السلام عليه <applause> السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي اهتدي لنفسي فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من الملك ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم أحسنت الله. أحسنت, أحسنت يا شيخ أحسنت يا شيخ شيخ جابر تفضل في ظل الكورونا نعم. طبعا ما قبل الكورونا اكيد كان ليك كلام كتير نعم طيب في ظل الكورونا ايه التلامذة ايه اللي بيحصل دلوقتي التواصل اللي بينكم او بتحفظهم القرآن ازاي في الوقت اللي احنا فيه ده والله التواصل يعني هناك وسيلتين للتواصل بعد او يعني في ظل هذه الاحداث التي نمر بها الان نعم. يعني وسيلتين يعني منهم الفيسبوك يعني اتعامل مع او التقي عن طريق الفيسبوك عن طريق الفيسبوك مع بعض التلاميذ ليا وفي وفي تاني الناس اللي هم اللي انا مديهم اجازه اللي هو بلتقي بيهم هاتفيا لان دول طبعا كنت ملتقي بيهم ما قبل ذلك يعني حفظ القران الكريم كلهم يعني كاملا بفضل الله يعني امامي ويعني على مرمى ومسمع مني بس ده 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 كافي لتوصيل العلم ليهم يعني التواصل ده يعني احنا بنقول هذه الامور يعني ممكن يعني على سبيل المؤقت الى ان ان الله الله امر ان, كان عننا إن شاء الله ان شاء الله اللهم ان ولي ذلك والقدر عليه حضرتك يا شيخنا بتقول بديهم اجازه نعم هل حضرتك مخول لك ان تدي اجازه لحافظه القران ولا لازم من جهه مسؤوله او جهة يكون مخول لها هذا يعني الاجازه هي الاجازه الاجازه بصفه عامه وصلت لنا عن طريق التواتر اي تواتر شيخا بعد شيخ حتى وصولها او او بدايه من بدايه وصولها الى يعني يعني مش نفسها. لازم الازهر يدي اجازه لا هي الاصل في الاجازه ان تؤخذ من من الشيخ نفسه يعني دون مقرات علميه يعني طب حضرتك من اي مدرسه من مدارس القران الكريم اه مدرسة الحصري الحصري حضرتك حضرتك يعني, ما حد من الشيوخ الكبار دول؟ لا يعني الترتيل يعني قريب كثير من فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وهذا شرف كبير لنا يعني يكرمك ان شاء الله إن شاء الله, إن الله يكرمك أيوه. انا واخذ الاجازه من فضيلة الشيخ حسن محمد حسن رجب جزاهم الله عنا خير الجزاء كلهم جميعا أمين. وهذا كان عضوا في لجنه مراجعه القران الكريم سابقا ويعني على بقاء الحياة إلى الآن نسأل الله تبارك وتعالى طوال عمره ويعني وأنا بعطيها على ضوء هذا الشيخ يعني يعني الإجازة ممكن الشيخ الحافظ يدي إجازة للتلاميذ اه طبعا مخول ان هو يدي له اجازه معتلاً. كل ما يعني كل من حصل على على الاجازه جاز له ان يجيز يعني حضرتك ممكن تدي حد من, من عن طريق اجازه برضه صح ايوه نعم تمام شريطة أن يكون يعني متقنا للقراءة في مثلا مثلا كم جزء ولا ولا يبقى حافظ كم جزء من القرآن؟ لا الإجازة يشترط فيها حفظ القرآن الكريم كاملا وهناك كاملين. من الإجازات من أعطيها لبعض الذين يريدون تصحيح القراءة أي قراءة يأخذ ختمة صحيحة في قراءة يعني شرط يكون حافظ القرآن الكريم كله لا لا, لا يشترط ذلك يعني لا يشترط يعني وهنا هي الاجازه نوعين يعني منهم نوع على غيبا عن ظهر قلب نعم. ومن والنوع الاخر قراءه من المصحف الشريف طيب ايه رايك في المقوله اللي بتقول ان المدارس الخليجيه للقران بتغزو المدرسه المصريه ايه رايك في الكلام ده أه والله يعني ده دورنا احنا ان احنا بقى يعني ايه يعني همتنا ان احنا نقوم بهذا الدور ونكون احنا يعني لان منبع القرآن الكريم من خلال وجود الازهر الشريف في مصر ان يكون هو المنبع الأول يعني على مستوى العالم منارة العالم طبعا منارة العالم منارة, منارة الإسلام خاصة في إشعاع توصيل كتاب الله تبارك وتعالى طب في وسيلة مبسطة ممكن حضرتك تقول عليها يعني بحيث توصل تجويد واحكام وتلاوه القران الكريم ومعرفه مخارج الالفاظ للاطفال والكبار قبل الاطفال يعني الناس الكبار في ناس بتحاول تحفظ القران ولكن بتقف في مخارج الالفاظ هل في طريقه مبسطه ممكن تحتوي الاثنين او اللي عاوز يحفظ قران نعم والله حالياً أنا أقوم بتوفيق الله بنشر كتاب يسمى بتيسير الوهبانية في تجويد الآيات القرآنية تيسير؟ تيسير الوهبانية الوهبانية بقى يعني إيه الوهبانية؟ الوهبانية نسبة لعائلتي فأنا أنتمي لهذه العائلة لا بس العائلة مش المذهب الوهابي لا الوهبانية الوهابي الوهابي وليست الوهابية آه الوهابي يعني آه في تيسير الوهبانية في تجويد الآيات القرآنية. اه طب إيه التيسير بقى؟ يعني, هو يعني قد يكون هذا الكتاب إن شاء الله بعد نشره سيرى ذلك يعني ما أقوله. يعني ملخص لكتب كثيرة من كتب التجويد ومع التيسير والتبسيط والجداول من خلال يعني المعلومة ثم يعني هذا المسمى ثم الحروف الامثله الكتاب ده قريب ان شاء الله التطبيق الايه اللي هي فيها الحاجه دي يعني بتبقى ايه يعني تمام. فده مش هتلاقيه في كتب تانية ان شاء الله هيبقى جاهز قريب الكتاب ده يا عم الشيخ ان شاء الله يعني ممكن يعني على شهر 10 القادم ان شاء الله ربنا يوفق ان الله شاء الله مستعان. ان شاء الله ما فيش ابتهالات حلوه كده ان شاء الله ها الله المستعان تفضل نسال الله القبول امين يا رب امين لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف يا الهي كربنا وأمنا في أوطاننا، اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان، والسلم والسلام. وانصرنا وانصرنا على اعدائنا يا رب امسي برب الورى أمسي برب الورى الخلق والجاه. أمسي برب الورى الخلق والجاه. امسي برب الورى للخلق والجاه يكفي فؤادي ينادي اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه. أحسنت يا شيخنا. أحسن أحسن صلى الله عليه صلى الله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم عندما يموت ينقطع عمل ابن آدم إلا عن ثلاث. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. تتقدم أسرة برنامج القاهرة والماس بخالص العزاء لأبناء قرية الشرفة التابعة لمركز لمركز القناطر الخيرية محافظة الأيوبية. في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عميد عائلات ال خليل المربي الفاضل وقاضي قضاه العرف في الجمهوريه المرحوم الحج صلاح عبد الفتاح خليل سائلين الله عز وجل ان يتغمدوا بواسع رحمته هنطلع لفاصل بنشكرك يا شيخ جابر بنشكرك وكان نفسي في سؤال تاني مش هسيبك ان شاء الله الله مش هنسيبه والشيخ آه. جابر معانا ان شاء آه. الله, الله. الله ربنا يجازيك خير بجد يعني الله يكرمك و... نفع الله البلاد والعباد اه هنطلع لفاصل ونرجع لكم وفقره الدوبلير خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته